تحتفل مملكه البحرين باعيادها الوطنيه في ظل العهد الزاهر لحضره صاحب الجلاله ملك البلاد المعظم الذي حقق للبلاد التطور والازدهار على الاصعده كافه مملكه البحرين شيدت في العهد الزاهر لجلاله الملك المعظم العديد من المشاريع النوعيه في مختلف المجالات وسجلت باحرف من ذهب انجازات كثيره طالت قطاعات المملكه كافه كما نجحت البحرين في العهد الزاهر من تعزيز مكانتها على الخارطه الدوليه تقف مملكة البحرين اليوم شامخة بما أنجزته وقدمته من تجربة إصلاحية تنموية وحضارية، تجربة قادها برؤية سديدة وباقتدار وحكمة حضرة صاحب الجلالة ملك البلاد المعظم، وانتقلت بظلها الوارف من المحلية إلى العالمية، ففي ظل العهد الزاهر لجلالة الملك المعظم وميثاق العمل الوطني حققت مملكة البحرين انجازات لا تحصى طالت مختلف القطاعات فقد واصلت المملكة مسيرتها الديمقراطية بإجراء انتخاباتها النيابية والبلدية والتي حققت في آخرها عام 2022 مؤشرات ونسبة مشاركة مرتفعة بلغت 73.18% كما يواصل التعاون البناء والتنسيق المشترك بين السلطتين التنفيذيه والتشريعيه بما يحقق مصلحه الوطن وابنائه كما أولى جلالة الملك المعظم القطاع التعليمي عناية خاصة واهتمامًا كبيرًا، فانتشرت المدارس والجامعات في أرجاء المملكة، وتطورت السياسات والوسائل التعليمية وفق أحدث الأساليب والتقنيات، فحقق أبناء البحرين التفوق والتميز على الصعيدين المحلي والخارجي بما يتماشى مع احتياجات سوق العمل ولخلق قاعده اقتصاديه شامله عملت حكومه مملكه البحرين على تنفيذ توجيهات جلاله الملك المعظم فجاءت خطه التعافي الاقتصادي باولوياتها الخمس فازدادت من معدلات النمو الاقتصادي غير النفطي وتطورت الانشطه الاقتصاديه والتجاريه وتم فتح سوق البحرين أمام مختلف الاستثمارات إضافة إلى مواصلة الاستثمار في قطاع النفط والغاز وضمان استدامته باعتباره أحد القطاعات الاقتصادية ذات الأولوية. ونجح القطاع الصحي في العهد الزاهر للعاهل المعظم في تقديم أفضل الخدمات والرعاية الصحية للمواطنين والمقيمين والتغلب على التحديات العالميه لا سيما تحدي فيروس كورونا وتحوراته المختلفه الى جانب توفير احدث الامكانيات والمعدات والاجهزه الطبيه ومواكبه اخر التطورات العلميه في المجال الصحي وفي ظل الاهتمام الكبير الذي يحظى به القطاع الرياضي من لدن جلالة الملك المعظم وصل أبطال المملكة إلى المحافل العالمية متوجين بالمراكز الأولى في مختلف الأنشطة الرياضية ناهيك عن تنظيم المملكة لمختلف الفعاليات الرياضية هذا وحققت البلاد بفضل الرعاية الملكية السامية تقدما كبيرا في تحقيق أهداف التنمية المستدامة ومكافحة التغير المناخي كما وصلت رسالة السلام والتعايش التي ترعاها المملكة إلى العالمية إلى جانب المساعي الخير التي تبذلها المملكة وفق توجيهات جلالة الملك المعظم في مجال الإغاثة الإنسانية ومد يد العون للدول الشقيقة والصديقة والتي جاء آخرها لدولة فلسطين وتحديدا قطاع غزة وعلى مستوى العلاقات الخارجيه ووفقا لحنكه العاهل المعظم تؤدي مملكه البحرين دورا محوريا في المنطقه بفضل سياستها الخارجيه المتزنه ياتي هذا في الوقت الذي تمضي به مملكه البحرين بقياده حضره صاحب الجلاله ملك البلاد المعظم قدما في استكمال مسيرتها التنمويه الشامله الطموحه